ليش عدد العلماء الفلسطينيين الموجودين هلأ بكل العالم؟ كيف ساهموا وما زالوا عم بيساهموا في مجال العلوم وتقدمها؟ وكيف بنقدر نخلي كل هدول جزء مؤثر من المجتمع الفلسطيني سواء كانوا في داخل فلسطين أم خارجها؟ قبل ما نجاوب على كل هاي الاستفسارات خلونا نرجع شوي بالزمان لورا. زمان ما كان في عنا جامعات وما كان في وعي كتير بأهمية التعليم. كان الشاب لما يخلص دراسته المدرسية وطبعا ما كان الكل يدرس، كانت الثقافة إنه خلص روح هلأ دبر لك وظيفة أو شغلي معه مشان تتزوج وناديك أبو فلان. طبعا مشت فينا سنين ومع مرور الوقت وعي الشعب وعرف إنه العلم والمعرفة هن مفتاح بناء الوطن. بشهر يونيو من عام 1972 صار جامعة بير زيت أول جامعة فلسطينية بتقدم برنامج دراسي لمدة 4 سنين. وهلأ بفلسطين عنا 18 جامعة، 17 كلية جامعية وغيرها من المراكز اللي بتعطي دورات بمجالات مختلفة بالإضافة للجامعات والمراكز التعليمية الكثيرة والمنتشرة بالخارج. فبالتالي كتروا متعلمين وكتروا اللي معهم شهادات عليا، منهم متواجدين هلأ داخل فلسطين ومنهم خارج فلسطين، منهم معروفين ومنهم مش معروفين كمان على الرغم من انه عندهم انجازات مهمة بمجالاتهم، مثل مثلا نجود ميرانسي. مين هي نجود ميرانسي؟ نجود هي مهندسة ورئيسة قسم التخطيط لرحلات استكشاف الفضاء في وكالة ناسا، وحاليا تترأس عملية التحضير لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة أوريون للفضاء عام 2024. طبعا ما تحكي له هم، مش لحالكم ما سمعتوا عنها وأنا كمان ما كنت أعرف عنها من قبل. ليه؟ لأنه ما في حلقة وصل بين العلماء الفلسطينيين من جهة وبين أبحاثهم واهتماماتهم والمجتمع الفلسطيني من جهة تانية. فمشان هيك ومشان كمان نقدر نجاوب على الاستفسارات اللي طرحتهم في البداية، كان لابد بالأول من وجود شي كيان ليلمنا ويجمعنا كلنا، ومن هون بدأت فكرة تأسيس أكاديمية الشباب الفلسطينية. تأسست أكاديمية الشباب الفلسطينية في أواخر عام 2019 كمبادرة ومن خلال جهود 5 شباب باحثين متواجدين في أوروبا وفلسطين. تعرفنا على بعض بمؤتمرات في الخارج ومن خلال الإنترنت، وطبعاً نحن مختلفين في التخصصات ولكن جمعتنا رغبتنا إنه نعمل شيء يفيد فلسطين في مجال العلوم والبحث والابتكار، وكمان جمعتنا التحديات والظروف اللي واجهناها خاصة في حياتنا الأكاديمية والبحثية. فمثلاً بتذكر قبل سنة لما جيت أشتغل هون بجامعة بفلسطين، أثناء المقابلة تبعتي حكولي بس بدك تكوني عارفة إنه ما تحلمي تعملي شيء مهم هون مثل براءة اختراع تانية، لأنه مين رح يعترف بالشي اللي رح تعمليه بجامعة صغيرة بالضفة الغربية اللي ما حدا سامع عنها؟ وطبعاً غير من الحكي. بتذكر شعوري وقتها وكيف الاختلاف بين لما دخلت وكل حماس وطاقة لأعمل أبحاث ومشاريع، وكيف طلعت من المقابلة وأنا محبطة. ليه؟ هيك تسألت. هلأ إنه كنت 27 سنة فبالتالي صغيرة بالنسبة إلهم ولمعاييرهم وحكوا بكير عليها، ولا لأنه ما كانت عندي العلاقات المناسبة بنظرهم هم ليتم اختياري؟ ما بعرف، بس الشيء اللي أنا متأكدة منه إنه مش لحالي مريت بهيك مواقف. فمشان هيك كمان تأسست الأكاديمية، مشان توفر فرصة للشباب الباحثين والمتميزين والمبتكرين من مختلف الأوساط الأكاديمية والأعمال والحياة العامة ليجتمعوا يشكلوا مجموعات بحثية ويعملوا سوا لصالح المجتمع الفلسطيني. تأسست الأكاديمية من خلال إيماننا نحن الأعضاء المؤسسين بالدور الكبير والمهم للباحثين وبالذات الشباب، وخاصة إذا توفرت الظروف والبيئة المناسبة إلهم ليعملوا لمواجهة التحديات المجتمعية المختلفة، خلق المعرفة الجديدة، حل المشكلات، وكمان التأثير بطرق مختلفة على السياسات العامة وقيادة المجتمع.
من خلال أكاديمية الشباب الفلسطينية رح نعمل على توفير صوت لكل الباحثين الشباب سواء كانوا موجودين داخل فلسطين أو خارجها في الشتات، من خلال تشبيكهم مع المؤسسات الفلسطينية وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار. رح يتم تشجيع الباحثين الفلسطينيين ليتواصلوا سوا وكمان يتواصلوا مع المؤسسات العربية والدولية اللي بتهتم بموضوع العلوم وتطويرها، ورح نشجعهم إنهم يعملوا أبحاث وبالذات الأبحاث اللي بنحتاجها بالمجتمع الفلسطيني هون. ومش بس هيك، كمان رح نعمل على تعزيز الوجود الفلسطيني وطنياً عربياً ودولياً. ومش بس هيك كمان، رح نحاول نأثر على مستقبل فلسطين من خلال توليد الأفكار وتعزيز الثقة في العلوم، لأنه زي ما لاحظتوا في الآونة الأخيرة كثرة الأخبار الكاذبة، فبطلت الناس تعرف شو تصدق وشو الصح وشو الغلط. فمشان هيك رح ننظم كمان لقاءات مع الجماهير الفلسطينية مشان نشجع العلوم والمعرفة ونولد الإلهام. ومشان نحقق كل الأهداف اللي هلأ ذكرتهم رح نتبع في أكاديميتنا 5 مبادئ أساسية. المبدأ الأول الحيادية. نحن أكاديمية حيادية وما رح نتبع ولا لأي حزب سياسي سواء كان فلسطيني أم غير فلسطيني. تاني مبدأ مستقلة. نحن أكاديمية مستقلة ومش تابعين لأي مؤسسة أو هيئة تانية، ورح نتخذ القرارات بأنفسنا من ناحية اختيار الأعضاء، توزيع المهام، إدارة المشاريع البحثية وغيرها من الأمور. وطبعا في أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا مشكورة رح توفر لنا كل الدعم الإداري واللوجستي والبيروقراطي اللي ممكن تحتاجه أكاديميتنا أكاديمية الشباب الفلسطينية. ثالث مبدأ الاستناد على الأدلة العلمية. نحن رح نواجه المشكلات والمعضلات تابعت المجتمع الفلسطيني من خلال استنادنا على الأدلة العلمية وما رح نحابي ولا لأي طرف. رابع مبدأ التركيز. نحن رح نركز على القضايا اللي بتهتموا فيها انتو كشباب وكمان على قضايا المجتمع الفلسطيني بالذات التعليم، السياسة العامة والتواصل العلمي. وخامس مبدأ عنا إياه التميز. نحن رح نختار أعضائنا بناء على التميز العلمي والبحثي والأكاديمي. كيف؟ في عنا مجموعة من النقاط اللي رح نتبعها لنختار أعضائنا المميزين. أولاً لازم تكون فلسطيني من أصول فلسطينية أو ما تكون فلسطيني لكن بتشتغل بمؤسسة فلسطينية. وثانياً لازم تكون حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة معترف فيها بأي مجال من مجالات التخصص سواء كان طب، هندسة، علوم سياسية، علوم طبيعية، علوم اجتماعية أو حتى علوم تطبيقية. ثالثاً لازم تكون ناشط بمجال البحث العلمي وإلك منشورات خاصة بآخر سنتين قبل ما تترشح. رابعاً لازم تلزم معنا إنه بدك تعمل تغيير بالمجتمعات وبالذات بالمجتمع الفلسطيني. خامساً لازم يكون عمرك أصغر من 40 سنة. وفي حال ما انطبق هذا الشرط عليك وكنت مهتم تنضم لنا بتقدر تقدم مبررات للالتحاق مثل مثلاً إنه لسه ما زال عندك روح الشباب. ستة لازم يكون مضى أكثر من 3 سنين على حصولك على شهادة الدكتوراه. وآخر شيء لازم تكون لك نشاط في خدمة المجتمع سواء كان المحلي أو العالمي. وبالإضافة لأمور هذه اللي ذكرتهم، نحن حالياً عم نشتغل على آلية لمحاولة دمج الشباب الفلسطينيين اللي لسه ما حصلوا على شهادة الدكتوراه ولكن مهتمين ينضموا إلنا ويشاركونا بالأنشطة والأبحاث. فاستنونا قريباً. عدد أعضاء الأكاديمية رح يكونوا 30 عضو رسمي، مدة العضوية 4 سنين، وبعدها بيتخرج العضو وبياخذ عضوية خريج مدى الحياة. وأثناء عضويتهم معنا رح توفر لهم الأكاديمية مجموعة من الفوائد والمميزات اللي رح تضمن إنه خلال وجودهم معنا رح ينمو كقادة وأفراد فلسطينيين. مثل مثلاً رح نوفر لكل عضو حزمة فريدة من التدريبات المتنوعة، وطبعاً هاي التدريبات رح تختلف من عضو للتاني بناءً على تخصصه. كمان رح نوفر لهم بيئة جذابة مشان يتعاونوا سوا الأعضاء ليعملوا أبحاث متعددة التخصصات واللي بتفيد المجتمع الفلسطيني.
وبالمستقبل لما يتوفر دعم مادي، وطبعا مو هلا لانه ما زلنا ببدايه الطريق وما عندنا فلوس، راح نوفر مشاريع بحثيه مموله خاصه لكل عضو ليعمل بحثه الخاص، وكمان راح نوفر مشاريع مموله ليسافر العضو ليحضر دورات بحثيه في الخارج، وكمان راح نوفر فرصه للتشبيك مع علماء بكل الجامعات بالعالم. ومشان نحقق هذا الهدف قريبا رح نعلن عن المحفل الدولي التعارفي اللي رح يتم عمله هون بفلسطين بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا كراعية لأكاديميتنا. المحفل رح يكون اسمه طيور شمس فلسطين الجديدة في العالم، باحثون وعلماء، وبهذا المحفل رح ننادي كل العلماء ليجوا هون لفلسطين ويتعرفوا على نظرائهم للجامعات الفلسطينية مشان نعزز التعاون والإعلام بفلسطين. وفي النهاية بدي أذكر لكم قصة بسيطة. أنا درست دكتوراه علوم أعصاب تطبيقية واشتغلت في بريطانيا، ولما اتخذت قرار بعام 2018 إنه أرجع أشتغل بفلسطين مشان أفيد بلادي، حكالي وقتها المشرف علي بيتر مكافري إنه هذه رح تكون الغلطة تبعتي والديد إند إلي وللمستقبل تبعي، بس أنا ما سمعت له. وعلى الرغم اني جيت وما لقيت فرصه بفلسطين واضطريت ارجع اشتغل بجامعات مش فلسطينيه، الا اني ضليت بامن بالقدرات الكامنه للشعب الفلسطيني، لانه ما كان في مؤتمر ما شاركت فيه وما تعرفت على شباب فلسطينيين مميزين تحدوا الصعاب وما سمحوا لها توقف بوجههم. مشان هيك انا كثير سعيده اني جزء من تاسيس هاي الاكاديميه، وبتمنى انتم كمان تكونوا جزء من هاي المبادره وجزء منا، مشان كلنا سوا نعمل لفائدة فلسطين ونساعد صناع القرار لنبني مستقبل يكون متساوي مستدام دولي مغامر وأكثر صحة وذكاء. وشكرا لكم.